رمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين. أهلا بيكم في أول حلقة من فوازير أعرف مين. الشعب المصري ابن نكتة، وده مش مجرد كلام، بنعشق الإفيه وبنديله تعظيم سلام. صاحب اللازمة الحلوة بنحبه وبنحييه. في حياتنا ناس واخدين منهم نص كلامنا، بنحبهم من غير حدود، وإفهاتهم بتزبط لنا المود. ما بين ميمز وبوست وكوميك الملايين بتشيرهم. مطلوب منكم تعرفوا أنا بتكلم على مين. يلا بينا. جوائزنا مقدمة من المنتج المصري الأصيل سبيروس باتس، أصل الأزوزة في مصر، منتج مصري من سنة 1920. الجائزة الأولى هتكون 10,000 جنيه لأكتر واحد هيبعت لنا SMS على 199 بالإجابات الصحيحة لعشر حلقات متتالية. الجائزة الثانية هتكون 15,000 جنيه لأكتر واحد هيبعت لنا SMS بالإجابات الصحيحة لخمستاشر حلقة متتالية. أما الجائزة الأخيرة والكبيرة هتكون موبايل أحدث موديل لأكتر واحد هيبعت لنا 30 إجابة لل 30 حلقة على رقم SMS 199. يلا بينا نبدأ فزورة النهاردة. نجمنا النهاردة كوميديان مش عادي، كفاية إننا نقول إننا بنتكلم عن مرسي بن المعلم زناتي. في الفصل مختلف ومش زي التانيين، الرائد بامتياز في مدرسة المشاغبين، زعيم الإفهات وكبير العيال اللي كبرت، جرح كمال وخطف عاطف وضرب الحج الحمصاني وراح قال كمال لبابا. مفيش مشكلة إلا وجري فيها، سلطان ابن رمضان السكري. أزود لكم من الشعر بيت بس خليكم معايا. لو الكوميك مجال فهو صاحب توكيل الارتجال، يحط إيده على السؤال تلاقيه على طول فريرة، وفي تعريفه العلم المنطق اختصر كتب كتير، قاري ودايماً متمكن وعارف كل حاجة بس مدكن. اللي حاول يفهم صاحبه بالذوق إن بطة مش ليك يا مرزوق، بركوتك جدع وصديق الهلفوت اللي خلص على عصران الضبع. بس كده خلاص، انتوا أكيد عرفتوا أنا بتكلم على مين. أظن إن أنا سهلتها لكم جداً، مش فاضل غير إني أقول الاسم كده. احنا خلصنا النهاردة، كل سنة وانتوا طيبين، واستنونا بكرة في فزورة جديدة.